حالة القبلية انطلقت جدا 25 يناير، كانت قبليات برضو، حكم الإخوان كان نموذج لسيطرة القبيلة. وصلنا ل 30/6/37 اللي هي الثورة الشعبية الحقيقية، ثورة شعب حقيقية، وثورة بقى المرة دي ليها قائد وليها فكر وليها قلب صلب وتستشعر الخطر. خد بال حضرتك، القبائل كمان استشعرت الخطر. كانوا عملوا بقى رابعة والنهضة والحاجات دي، لكن عرفوا ان في خطر جاي، في خطر جاي. ما هو سيادة الرئيس، خلينا نكون واضحين، هو راجل يعني شجاع جدا ويظهر ما يبطن، فراح قال كلمة في الأول، أنا الحقيقة لما سمعتها في الأول خالص، قال لك نسترد الدولة ويزيد. يا خبر أبيض، رجال القبائل لما يسمعوا الكلمة دي هيعملوا إيه؟ ده أنت بتقول أنا هفني وجودكم، أنتوا مش هتبقوا قبائل، ما هو الدولة لو قويت قبائل تختفي. فابتدوا يحشدوا الحشد. القبائل دي إحنا قلنا لم تكن تصنع مطلقا، دي بتسقع بس. عنوان المرحلة اللي إحنا فيها إذا جاز لي أن أطلق عليه اسم، احنا عايشين في صراع التصنيع ضد التسقيع. ده الوضع الحالي، ده الوضع الحالي.